نيجي للدرايفرز اللي بنستخدمها. عندنا السبيد درايفر وعندنا الانجل درايفر. السبيد درايفر بيبقى فيه هاندل وفي شافت وبيتفصلوا عن بعض بالطريقة دي. بس لو احنا عايزين نغير التب بنوع تاني، والهاندل هنلاقي فيه ثلاثة اجزاء. الجزء الاولاني الهولدنج احنا بنسند بيه بس الدرايفر واحنا اثناء الانسيرشن. الجزء التاني زي ما قلنا اللوك بتاع الشافت. الجزء الثالث السكوين بارت اللي هو الاكتف كومبوننت في الانسيرشن. نيجي الانسيرشن ستيبس، لازم نجهز في الاول التريتمنت بلان بتاعتنا. هل احنا محتاجين المين سكرو من داي 1 كاندايركت انكورج او اي ميكانكس هنستخدمها، ولا هنستخدمها بس في سبيس كلوجر او ديستابيليزيشن بعد الالاينمنت؟ لو احنا هنستخدمها انتردنتال روت ابروكسيميشن نتاكد من البانوراما او بيريبيكال. هل محتاجين نعمل ليفلنج الاول ولا لا؟ لو احنا خلاص حطينا تريتمنت بلان وعرفنا الميكانكس اللي هنستخدمها وقلنا ان احنا هنركبه خلاص انتردنتال، نيجي نشوف في البكر سايد هنلاقي اتاتشد ونون اتاتشد جنجيفا بينهم ميكو جنجيفا جنكشن. المفروض ان احنا هنركب المين سكرو في الاتاتشد، بيحصل سوفت تيشو ريتيشن وبيحصل فيلير في التيت لو احنا ركبناه في الان اتاتشد. لو هنركبه مثلا هنا في المكان ده هنخلي البيشنت يستخدم كلوراكس دي ماوث ووش من 30 ل 60 ثانية، وبعدين نديله توبيكال ولوكال انسيزيا. بس نستخدم كمية صغيرة من اللوكال انسيزيا عشان احنا مش عايزين نعمل انسيزيا للبدون ده اللي جنب، عايزين البكر الميكوبروستيم بس هو اللي يحصل انسيزيا. لو احنا قربنا من الروتس البيشنت هيحس بديسكمفورت، فهيبقى ده انديكيشن ليا ان انا اغير الانسيرشن باث بتاعي. هنجيب بيرودونتال بروب هنقيس من سمنت ونال جنكشن، نقيس 5 ل 6 ملي، نعمل انيشال بنتريشن كده للايه في الانسيرشن سايد بتاعنا، ونتاكد كلوزالي ان احنا مظبوطين بين الروتس. والمين سكرو بيجي في انفلوب، نحاول نفتحه ناحيه الهيد، ندخل درايفر جوه، نحاول نركبه كويس جدا، بعدين نطلع واحده واحده ونخلي المين سكرو بس لفوق كده، ونروح للنقطه اللي احنا كنا محددينها ونبدا 90 ديجري ونعمل هولدنج للهاندل، وبعدين هنبدا نلف الجزء ده بس. واول ما نعمل انجيجمنت للبكال كورتيكال بليت ممكن نبدا نغير الانجل واحده واحده لحد ما نوصل 60 ديجريز، لان الروتس بتبقى كونيكال، فكل ما بنبعد ابيكالي بنبعد عن الروتس اكتر ويبقى فيه بون اكتر حوالين المين سكرو. كل شويه نبص في الميرور نتاكد ان الانسيرشن باث بتاعنا مظبوط والانجل بتاعتنا مظبوطه. لو البيشنت حس باي ديسكمفورت او لقيت الهاي ريزيستنس في الانسيرشن سايت بتاعك او حسيت ان الانجل ما بقتش مظبوطه تبدا ترجع واحده واحده، بعدين تعدل الانسيرشن باث سواء فيرتيكال او هوريزونتال، تبدأ تعمل سكرولينج تاني وهنكمل انسيرشن لحد ما البادي كله يبقى جوه السوفت تيشو. الستيب اللي تحت الهيد هي اللي هتبقى اخر نقطه ظاهره بره السوفت تيشو، واحنا بنفك الدرايفر هنبدا نشيله واحده واحده. لو اتشال معانا عادي ساعات بيبقى ماسك كويس جدا ومش عارف تشيله، تبدا تفصل الشافت من الهاندل الطريقه دي عشان ما يحصلش ديسلوجمنت المين سكرو، تبدا تشيل الشافت بسهوله هتتشال معاك. ولو هتستخدم الاكسلر هول اللي موجوده في الهيد تتاكد من البوزيشن بتاعها بحيث تبقى اكسسبل بالنسبه لك، غالبا لما بتبقى هوريزونتال كده بيبقى هو احسن بوزيشن ليها. بعدين نتاكد من البرايمر ستابيليتي بتاعه المين سكرو ان هو ماسك كويس، نتاكد من الانجل ان هو مظبوط بين الروتس ولا لا. يفضل ان احنا نركب المين سكرو في الوقت اللي احنا هنبدا فيه الميكانكس بتاعتنا بحيث نابلاي الفورس من داي 1 في حدود ال 200 جرام. في الريموفال ممكن نستخدم نفس الدرايفر عادي بالانسلونج موفمنت، او ان احنا نستخدم درايفر بتاع السكرو بلوك ده مثله ان هو رخيص، بدل ما تشتري كذا هاندل او كذا شافت الدرايفر الصغير ده تستخدمه في المين سكرو ريموفال، بس لازم تتاكد ان هو كومباتبل مع السيستم بتاعك. وفي المين سكرو ريموفال مش لازم نستخدم انسيزيا، ممكن نفك المين سكرو بالراحه كده واحده واحده هيتشال معانا من غير اي مشكله، وبيحصل هيلنج سريع مكان الانسيرشن سايت بعد ما بنشيل المين سكرو. بعد كده عندنا الانجل درايفر او التوركينج رينش، لما نكون هنركب المين سكرو في انكسسبل ارياز ده بنجيبه من شركات الامبلانت. الشكل اللي معانا اللي فيه توركينج سكيل انتجريت في الهاندل، او بيبقى فيه نوع تاني التورك كنترول في اوكزيلري ارم جنب الهاندل، نقدر نحدد الماكسيمم تورك اللي احنا عايزين نستخدمه. وغالبا احنا بنستخدم عندنا في المين سكروز نسبة التورك على 15، عشان لو انسيرشن تورك زاد يبقى نسبة الفيلير اعلى او ان المين سكرو نفسه يتكسر، فنخليها دايما من 10 ل 20 نيوتن سنتي. وفي النوع ده واحنا بنعمل انسيرشن لو لقيت الهاندل بدأت تتحرك من الهنج معناها ان انت عديت التورك ليميت اللي انت حاطه. وتاني جزء الكونفرتر او الكونكتور ده منه اشكال كتير، بس الشكل اللي احنا محتاجينه عندنا في الأرسو اللي بيركب فيه اللاتش مباشرة من غير كونفرتر تاني. اي سيستم انت عايز تستخدمه، لو اشتريت له التيب اللي فيها اللاتش بنركبهم في بعض كده. يفضل طبعا تجيب الكونكتور اللي فيه اللي بيعمل لوك
على التب عشان ما يفكش منك وانت بتربط المين سكرو. وبعدين نركب الكونكتور في الهاندل زي ما احنا شايفين اتجاه الاكتيفيشن في الدايركشن ده، يبقى احنا بنفك المين سكرو. فاحنا قلبناها على الاتجاه التاني، يبقى ده اتجاه الانسيرشن. اتجاه الفك هتلاقيه بيفوت عادي وهيبقى ماسك كويس وانت بتربط. النوع التاني بيبقى فيه هاندل من تحت من هنا تشدها لبره وتلفها حسب الاتجاه اللي انت عايزه. وفي النهاية اتمنى تكون استفدت ان شاء الله من الموضوع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.